أهلي ماما ما عيون غريبة أهلي ما إجوني أنا العليلة فصته طويلة أنا العليلة فصته طويلة إياه لأحاجي أحاجي أحاجي الطفلة ونحيلة ما بيد حيلة أي طفلة ونحيلة ما بيد حيلة غير البواجي 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 فاطم أنا اسمي والزهرة أمي فاطم أنا اسمي والزهرة أمي فاطم أنا اسمي والزهرة أمي أم المحاجي 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 ما ظنهم نسوني يوم الودعوني ما ظنهم نسوني يوم الودعوني معلولة وغريبة أهلي ما إجوني معلولة وغريبة أهلي ما إجوني ظليت ناطر مكسورة خاطر ظليت ناطر مكسورة خاطر ياه لي جمرة لي جمرة لي جمرة ضعنا لي سافر قلبي كبر ضعنا لي سافر قلبي كبر بدموع صبرة 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 ما اقدر اودعه جي ما اكو رجعه ما اقدر اودعه جي ما اكو رجعه ما اقدر اودعه جي ما اكو رجعه قلب شيقنعه 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 والدمع بعيوني ما ظنهم نسوني والدمع بعيوني ما ظنهم نسوني معلولة وغريبة أهلي ما إجوني معلولة وغريبة أهلي ما إجوني عباس عمي ظل بهل يمي عباس عمي ظل بهل يمي عينا علي 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 عقب يتيمة ظل حزن خيمة عقب يتيمة ظل حزن خيمة واصبق بدية 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 مشتاق اشوفه اغبر جفوفه مشتاق اشوفه اغبر جفوفه مشتاق اشوفه اغبر جفوفه الصبح ومسيه 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 خلوني وجفوني ما ظنهم نسوني خلوني وجفوني ما ظنهم نسوني معلولة وغريبة أهلي ما إجوني معلولة وغريبة أهلي ما إجوني إدارة الإنتاج بشار السعدي وعلي اللامي قلبي وجعني زيد لي وني قلبي وجعني زيد لي وني وجروحي هاجوا 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 إلا أمي يمي شاركني همي إلا أمي يمي
فيكني همي لا خوتي ماكو 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 وحشت زماني ظلت تاني وحشت زمان ظلت تاني وحشت زماني ظلت تاني رجعوا لي قالوا 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 طفلها ويتيموني ما ظهنهم نسوني طفلها ويتيموني ما ظهنهم نسوني معلو لو غريبة أهلي ما يجوني معلو لو غريبة أهلي ما يجوني وأدى الرابود الحسيني أحسين الحتامي الإخراج والهندسة الصوتية أحسين الزهيري التوزيع فاضل الزيادي الإشراف الفني رياض هاشم ومصطفى البيضاني. تم التصوير والمونتاج في مؤسسة فنون بإدارة المصور علي هاشم الحميداوي.